صباحكم الله بالخير. اليوم عاد غيرت اتجاهي، ما بغيت ارمسكم من اول ما اظهر من الفندق. قلت في خاطري انا البارحه طيحت حمالي شيء طبيعي، واصبح رويلات انت يبسات علي من كثر الهوامه، وقلت في خاطري اليوم بختصر بغير الاتجاه. ضاري من الفندق اقبض الطريق هاك الخنيخيش اللي من هناك، وظهر لين البحيره. اليوم لا، قبضت بجفاف الحديقه، شفاف الحديقة من الطرف هذا، وهذا وين فندق المري اللي قلت لكم عنه. وهاي بناية مكتوم على الله يغفر له، وهاي المقهى كذي جايينها قبل لا طني العام بعد كذي جت المقهى هذه، ما ادري ويا من وقت مشى وكان ساكن الطرف هذا، وصار هو الطرف من البناية هاي الحمراء بناية مكتوم، وانا اخذت قابض هذا مثل ما قلت لكم شفاف الحديقه كتغيير، يعني تغيير واجب بين فتره وثانيه، او مفروض والله حتى يوميا تغير، لان العظم هلا 10 ايام على بين السن، مفروض ان الطريق. يا سلام يا سلام يا سلام، حافظ على هاليلقه. زين، فمفروض انه لادمي بين فتره وثانيه يغير اتجاهه. انا بيس 10 ايام كل يوم على نفس المنوال ما يستوي، كل يوم اقبض طريق جديد حسب تدارك للملل. اقولكم وقابل طريق هذا عاد الحين، والمري الله يحفظكم دق لي طرش لي مسج قال خالد ترى الجو اليوم ما يشجع. كيف يا ابو المر؟ كيف يعني ما يشجع؟ قال والله ما يشجع انه مطر. بعد شيء خيار من الجري في وقت المطر؟ ما شيء الا ارض ابوي ما بطايح وكنكري تيشرات ال شو يعني، ما بنكترم تتزلق ولا شيات ما يزحلق. فلذلك اني اصريت اني ما اتعايز وسرت. وهو حين كنت وصل عند قوم ياسر يتريقون، سرح مشي، ما سار طرف الحديقه ولا بيكمل اللفه. انا لا ما تعايست والله بيني وبينكم، بتبرمس وياكم شويه وبكمل سيري لين عندكم ياسر، لان بعد المري يصير يتمرن الجيم، ويصير الجيم الساعه 10:15 موعده. فقلت خاطري انا ما اليوم ما في على جيمات ولا غير جيمات، الرحله هذه بلي جيمات، وان شاء الله اذا الله راد من اوصل عندكم ياسر برمسكم بنسولف. بارومه ثانيه بوضع عمري لين اوصل عندكم ياسر، ان شاء الله اني ما ارمس وياكم لين اوصل عندكم ياسر، اسب الحق على الشباب. وصلتها وين؟ الاول مبنى مال سفاره الامارات، لو سفاره الامارات هذا مكانها. شوف بنفسج ما شاء الله بنفسج، واقول لك ممنوع قطع صيب ونصيب راعي السيكل انخطف في هالمكان. يزولون الزويل بس حق اللوادم اللي يمشون على عيونهم. هذا اجل مشاة ممنوع راعي السيكل، ها هذا راعي السيكل قال لي بتخطف خطف في هالطريق ولا هالطريق انخطفت. قطع صيبك ونصيبك من الدنيا، قطع صيبك ونصيبك من الدنيا، انخطفت في هذا الطريق. هذا مال لوادم وهذا مال هلب السياكل، حاطين لك علامه يا عور يا مهندس، يوم ما تشوف ما تلمس، ها حتى حاطين لك العلامه منتهضه انك يعني ترون تتلمس، مالك علته تقول ما شفت. يا ويلك ويا ظلام ليلك. وهاي المقحى بعد المقحى المقهى البارحه العامية تبعد. اي والله ما زينك يا لندن، ما زينك والله، لا ردهم مطر ولا غير مطر عن الجري، ما حد الا انا يا سبوي رمسه ومشي. والله امشي شويون واجي شويون، يوم سكر عنكم تراني اجري، لعن تمي تجري واصور لحد لازم يقول لي خالد ترى يوم تجري وانت تصور روسنا دارت من تصويرك. قلنا ان شاء الله هي والله فالكم طيب، ما طلبت له وجدت. يلا عاد الحين عاد صدق عاد اخر كلام، ماشي رمس لين اوصل عندكم ياسر. يلا في مال الله. هذا عبيد سيف، الدكتور عبيد سيف، عبيد الخنيري. يا 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 ذكر الله. Good morning.
هاك ما تروع الحين ممسوكه جود مورنينج. خلص بريت انا نزلت فيديو. لا خلاص يعني خلاص حبيب ما بقمت انت لو بقمت ما بنزله. اي والله ما كان شيء. لا ما تروع ما تروع كيف. لا لا ما انت تروع. اي تروع. شكرا محمد. يلا الله يحفظك. ان شاء الله كيف حالك كيف انت؟ غطيت عني كم يوم ما شفت. وياك الوسط يا لي لا الله. العرب ما قال ما شاء الله يا غير العرب ما يخلون سر فرنسا. شو هي سر فرنسا؟ ما يبعد هي بالدس بالدس دس وحيد مره ما حد رابك. يا مرحبا الله يرحبك على فضلك. طيب لو واحد جالس عليها وخطفت عاد عداله قلت له السلام عليكم كان يرد عليها عليكم السلام. شو بعد هذا عليكم السلام يوم مالك خاطر ترد ما حد عزر عليك عليكم السلام. ما تشوفه هو ابن الخليج اخشرات اللي يعني مال خاطر يرد السلام او مال بارط لو صخيت بعيد ابرك لك عليكم السلام. الله لا سلم فيك مقا الزبرة. ايش تصورني انت حين شاورتني شاورت 50,000 درهم غرامة الحكومة ابوية حاطة للمرة الهودج. الهودج وين يدور بعد؟ الهودج حيدها مال بلقيس مال الروم ما يسمونه اي مال اليمن مركز سبع. ترى خلفت عليك الهودج ما شاء الله كفو تستاهل ما زين الا لبسك يا ابوك. صباح الخير ربع. ربع زين نحن قالوا لكم ياسر تخلي لي ساج ولا ما قالوا لك؟ قال لك خلي لك ساج قلت لك بدل واحد ثلاثة بس انت اللي بدي اياه منك بس تعمل لي دعايه. دعايه كيف يعني دعايه؟ اي ما شاء الله عليك صورتنا مره لكل من يبي يصور وياك كله صاروا يتصور معي بيقولوا له انت صرت مشهور معي. وان شاء الله وان شاء الله انت مصدق انت شهرتني انا مصدق وعشت عشت بالكلمه انا عشت عشت يا اخي عشت والله يا ابوك ايش تبون عليك ما فيك شيء تشاهد بس المعجبات اللي بيريدون رقمي بتعطيهم رقمي دغري ها معجبات اكيد لا لا يدورون ابوي حماميل. شو يدورون حماميل؟ شو حماميل؟ حماميل شيالين وعتالين بلشنا نغلط. شو عيال شو بيون يدورون فيك ما شي ابوي معجبات. انا اجمل منك شخصيا برايك برايك كان كل اللي يدورون ابوي حمالي كانك حمالي بيون ابي وانا حر فيه. شوف طلبك اخي طلبك وانت حر فيه زين انت بتقرر انت اللي بدك. شو بتسوي لي الحلوم؟ هي شو بتسوي فيها قبل؟ بنقلي هي بعدين نشرب لك جبن الزيت زين وتحطها داخل الخبزه 100% وبعدين تسويها توست ذر عليها زعتر وخلاص تحطها داخل التوستر هاي وتخليها تغلي كريسبي. انك انت هلسي يعني زي ما انت هلسي بعد لا انه انت هيك بدك انه انت هلسي رياضي ومرياضي وقصص هيك بدك. الثاني اللي هو بيض الصاج. لا طلب الثاني مفاجاه ما بدي اقول لك سربرايز انت بتقعد وبتجيب بدي تفاجئك يا اخي بدي تفاجئك انا بدي تفاجئك مفاجاه اجلس ما حكون الا مبسوط. يلا بارك المر جود مورنينج صباح يا ابوك شوط تليفوني البارحه شوط تليفوني لحقي يم المر لحقي يم المر ابوي لحقي له ترى قدينا ريلك ترى بيطير ولين ما قلت لك والله لا يطير يا ابوي الله خضر عليه تشل بحن في ظهره وهو يمشي المراد اقول لك اقول لك اقول لكم هذا ابوي الرجال اليوم تعايز وقالوا ان الجو ما يساعد انا انطرشل لك بس قلت لك برنامج شو بقدم زين ليش تعايست اليوم؟ ما تعايست مطر وين المطر؟ الحين ما شمس مطر صورت الجماعه العرب كلهم يتخابون في الحديقه الا انت اليوم بعد خلفت السير الله يسر امورك حافظ يسلمك غير برنامج لا لا ما بتغير ما بتغير خلنا هي اتصور وين بنسير اليوم؟ او وين بنسير باليوم؟ بنسير صوب النيل زيارت لا بنسير بي وين؟ نيل زيارت كوفيد جاردن ايه و 7 دايلز هلا ماكن بس جده هناك وين النهر تايم ما بنسير يمكن نسير هناك عقب ممكن نسير هناك بيوحينا ان شاء الله نسيت توكل على الله جلست ويا المجموعه اليوم بيتكم يا ابو خالد غير كل الوجوه اللي كانت موجوده ما يبون تصوير المهم جلسنا وضيعنا الوقت الحين انت منو؟ عبد الله بن ابراهيم بن شهيل قحطاني والله والنعم وانت ابوي بارك الله فيك والله والنعم مبارك اليابري مبارك اليابري علي بن حمد المزيني وسلطان بن طوق المري ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني الله يحفظهم يحفظك ويحفظك يا ابو محمد
وين وين شو المشي شو المركاض اليوم؟ عطنا علومة المشي صدق اليوم ما شيء ما كان شيء شيء يرزق شيء خفيف خفيف ما ينطرى؟ لا 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 ما يرزق يا حي والله الرياضة جميلة شيء جميل ما هو حالي عاد الحق عليه ظنيت يا معون هاي كلهم ضربة واحدة يشتركون في نادي أظني هو هاي منصة أظني البوانيش هاي مالات السفن هذا في حال واحدة منهم اختربت له سياته صاروا لها بوي في هالماشوة وعبروها والله شيء جميل يعني شيء حلو متفت للناظر هذني هالرياضة في المتقاعدين كأنهم أعتقد هاي للمتقاعدين فقط شوف كلهم شيء شمبير اي والله شيء حلو يعني كل حد قابل له مهله ها شو رايكم لبس شواب عاد اليوم شو اسوي خبروني قلت لا حيل لان امس الله يسلمكم كسر لي ظهري الجاكيت هذا يمكن طن وزن هذاني مرحبا والله مرحبا بخادم ايش حالك كيف انت جود مورنينج اليوم ان شاء الله بنتخاب وحين بنصير جده نص البلاد هناك يترينا بالمره معو يا جماعه الخير ترى اللي ابوي ما اخذ من هالجواتي ما اخذ هذا اديداس الباحه اخذته اظني ب 160 ما 150 اكبركم يا ليت عبدونه ما كني لابس جوتي كني شي لابس هو كان حد يروم يلبس هو انا لابس هو فنان حتى 60 كيلو تروم تمشي به هي نعم وسريع تحيلها اغنية موزة خميس وطيل يديد وسرعي بيش اللي مسكت العود عند الدخاتر والطبيبي هاي بوي الوطيل يديدة خدت نمون اثنين بعد واحد لونه اسود واحد ابيض وسعر زين ومبافج ومن المدينة اليديد يعني شيء ثلاث اربع نمونات كنا سألنا عن واحد قال ما شيء قاسك انا بالستريت بليز اقولكم صاير المفروض نصير مشاي يا قير تاخر كني بالسريت ظاهرين مخر ظهرتنا مخره والمر يتريانا هناك و كارني بالسريت يس بعد انا ما فهم لي لازم قارن انا قارن بي ما بيطلع كارني بالسريت ترى ما بكارني بالسريت قارن بالسريت كارنيف ستريت غير عن كارنيف ستريت المراد بس خلاف انا بس اليوم الله يحفظكم الصبح ما رمت اصور هبني ما رمت يعني الوضع اللي كان وقت الريوق ما كان وقت تصوير متجمعين ما شاء الله ناس وايد طاولة قوم ياسر ما رمت هبني ما رمت كان انك تصور مش حلو الوضع ما بوضع تصوير ولا وضع سوالف مال سناب ولا شياته يرمسون بمواضيع خاصة يعني فلذلك ما رمت بعد مرة ثانية قلت ما رمت ما كان في ضرورة للتصوير لأن مش كل موضوع وكل جلسة الواحد يروم يصور فيها وانبسطنا وسولفنا والجماعة كلهم حضروا يعني وابطينا بعد ياسي والله خطفت مواضيع رمسات وايد جميلة يعني وكان ما بغيت يكون في تصوير ما بغيت يكون في التصوير احتراما للناس اللي جالسين يعني انا حاس انهم ما يبون تصوير وما قالوا يبون تصوير يعني والرمس اللي دارت ما بمال تصوير يعني ما تخص اللواد كلهم رمستهم خاصه كل حد عن مواضيع روحه يرمس فلذلك مش كل شيء ينرمس به يتصور ولا ينقل وحين بنصير هاوين كرني بستريت وما كرني بستريت بنسولف بنرمس ويوم عاده الدنيا معتجله فوق تحت ف
99% اني انا برقد الساعة 10:30 اكثر شيء، ولا بحضر ابوي لا راس سنة ولا ريل سنة. مبوني انا ضاري انا كل سنة على هالحالة قبل ما يلبقون ال الالعاب النارية ارقد كل سنة. اليوم مثلا الجو براد، يوم يقولون براد اليوم براد زين، قبل 3 أيام يوم كان تحت الصفر هذاك يسمونه برد. البرد فرق شتان بين البرد والبراد. البراد تقدر تتكيف تستانس تنبسط يعني ما تترى قلب كبرك، هذا البراد. البرد ما ترم ترمص لسانك يمد، لسانك يمد في تمك. هي والله يلا عادي بعد حال حبيشي كان ما يبي يصور. خادم انت ما تبى تصور؟ لا عادي اشب لك تر علي ان ها خاطر هذا المعلومه. جود مورنينج بالمر هاو ار يو. خادم الحبيشي القبيسي. يا مرحبا خادم، كيف حالك؟ محمد ياسر وياكم؟ ياسر وعياله وياه. كيف حالك؟ كيف انت؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا براعي العين، يا مرحبا يا مرحبا. كيف حالك؟ بخير. ما كأنك محرج. مشكلتي مشكلتي ريال داك تليفون طلعتني ارمس بالمر. موجود برمس بالمر وانا اعطيتي رمس بالمر. لا لا احد احد يرمسني بالمكالمه. هذا امي مال لندن الحين ياسين يشرح علي مكالمات، قول لي دق على رقمي مال لندن. ولا انا متذكر التليفون الحين رقمي مال لندن ولا رقم محمد. يا ربي من قول لي بندق التليفون بندق التليفون. ياسين يشرح على حسابي الحين هالمكالمات كلها. يا ربي شو رايح بالله عليك يا ابو محمد؟ يلا هذا ما يشتري. ايوه والله قبل التليفون يرمز لي. اه خرب تليفوني. انا ما قلت لك تيسقص قصه حياتك، تيسقص قصه حياتك هالقدر. Okay, now what is my, this, what is my order you brought? So that's cortado. Huh? This one has 3 shots of coffee. Huh? Very good one, Ethiopian. It's Bicolo. Cortado. Cortado. Yeah. Hey, one shot will be Bicolo. Yeah. But if it 3 shots. 2 shots cortado. And then you add an extra shot to make it stronger. Uh-huh. So it's a cortado with an extra shot. Hey, thank you. Thanks. I روحيته ونبتكرته. هي والله طلع عنده يسمي بركادو. مركاتو كورتادو كورتادو. ما عليه سامحني بسألك سؤال انت ما تدري بحنشو السؤال. مش بسألك سؤال، بعطيك معلومة. على فكرة مليون حرمة اتصلت بعطونا سناب لحين لو كان مقرئ ولا منش الديني من هل بالدعوة ولا هل بالدين ما قلت انت بن سناب، حيث ان ريال ومعرس وعيال طولة انت هذا بيسمون خرابات البيوت اللي دورنا رقم الريال المعرس. لعوذ الله من شركن الريال ابوي يمشي ويعد خطاه عنده حرمة عن 40 حرمة ويقول كنت جيج. ولعوذ الله من شركن لعاد تدق له تسأل عن سناب ولا شياته. جزاك الله خير. ها شو رايك في هالمعلومة؟ جزاك الله خير. وبالاحمر وجهك. هاي ياسر هذا الخراب اجليت انا فيه ما اجليت هذا الخراب صادق. الله يستاهل قوالي فيهن ما في حد والدرن كل حد وتنبن ما بغن الا هذا. يا محصن 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 ما قرايح ليه ابوي هذا. اقولكم ابوي صب المطر الحين احنا نرمس ها كذا المطر حط مطر قوي زين. و انت ما برنا شيء الحين كل اللي يمشون ها كلهم بتسوي كل حد شل مضلته. والله جوهم فنان يعني كان تبون الصف خاصة يوم بيكون مشاهد الرياي اللي فيها خير والعرب الطيبة ونعم 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 محمد ونعم طيبة. محمد وهالرجال الفنان على الله يحفظه. زين والله والنعم. ها زين بصور وياك وانا ياسر اصور. زين الحين انت منو بارك الله فيك؟ احمد
دكتور احمد بن سمحان النعيمي. والله والنعم ما شاء الله عليك دكتور. اي نعم. يعني ما دك هذا يا ابو فخر اسوء يا ابو كيف احد من اهل الدار يقول لك دكتور ولا مهندس ولا ما ادري شو. والله مليون مرحبا بالشباب. ايش حالك شيخ؟ كيف انت؟ ايش حالك؟ بارك الله فيك. والله مليون مرحبا ما شاء الله ما زينكم يعلى الله يحفظكم. هو يتحراني اصورك انا وياك. الحين هذا ابوي المر والمر جالس ابوي ويا واحد من ربعي ياخذون صفقه ما ادري شو عليه مطروح الحين منو التاجر منو الزبون منو العميد الله اللي يعلم. انت ضاع اسبوعك وين؟ ولا هذاك اسبوعي غير ابوك زهر صنعاء يدروبنا ان نصورهم يشوفونا نرمس انا وابو محمد ياسر يتحرون نصور عمارنا ما ادري هذا منهم هذا منهم يخورط على ربيعه لا يهدد يهدد هذاك قال هاك اسبوعه هذا مسكين مغلوب على امره وين هذا ربيعنا بالمر خيب ها شو ها شو ها قلب الاخت بوكس شو ها كان قلب الاخت بوكس اعتقد شي قال بعلم عند الله يعني الله العظيم ما ادري شو يعني قال كان هذا ربيعنا ركز عرف ان نحن نصور وهذاك الوي غير مغضوب عليه ولا الضالين الوي دخل ما ادري شمه ما تعرف شو بلا ضايع بالخساره ما ادري ما اتفقوا على قام يحسب قام يحسب يحسب ايوه دوكم ما يحسب شو عيال شيء يسوي بيع ومشترى اشترى وباع سناب شات مثله لا نحن في حضرنا ان شاء الله شيء من البيع وين يا بعده شهود ها شوف المنيح من لونها يا ابوك المنيح من لونها شوف انت ها ما يباله رمسها غير المغضوب عليه ولا الضالين مبروك مبروك ما قبلت نحن ياسين هاي الطاوله هم ياسين عندنا هاي الشباب من هالدار اللي توني صورتهم ما زين اللي احسهم حتى ما تحراهم ياسين صاصرون هاي عيال هالدار نحن اللي فئه الامارات تلقطهم يرمسون يصاصرون شوي شوي يتكلمون ما شيء ما حد شراتهم لو من بلاد ثانية تلقط بغيمهم واصل آخر الدنيا ترى على فكرة ما حد لا خليت منكم لا خليت الله يحفظكم يبارك فيكم اللي يخلينا منكم انت محمد بن طه بن عبد الجليل والله مليون مرحبا لا خلينا من ابوك هاك الفنان انا من شفت طرت العيون هالعيون فنانة قلت في خاطري هاي ابوي في عرج 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 ابوي هذا كان مخبر انك لا 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 العيون لا ربك الله يا انتبع تعال عواس هذا عيسى بن ولد عيسى ولد بن جريس تعال ياي ترب الله تبوك هذا ابو محمد ما شاء الله عليه تبارك الرحمن تختبل يعني الله يحفظه ما شاء الله اسميك يا طه هيد تفاصيله ولايتيه الحمد لله ان شابهك بالعيون يلا الله يحفظك ان شاء الله يا ابو عبد الجليل والاخلاق ما ادري بعد الاخلاق كريم الحمد لله ان شابه ابو في الكرم يا الله يلا عاد طه عبد الجليل الوصوف يعلى الله يحفظه يعلى الله يحفظه تعال مرحبا مرحبا انت عيسى عيسى ولد جريس ولا انا غلطان ولد عبد الله بن جريس انا بخير وسهاره صدق الكاميرا صدينا شفنا الكاميرا ابوك عجزني من المسجات كل صباح الله خير صباح الخير انت غلطان مطرش لك والله ما عنده مونه انت مطرش حق ناس ثانيين حالف علي يلس ويلس يلس 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 انا ما بيلس حلف شيب ابويا شابت شابت شكرا بارك اقول لك زين يا ابوك تبغى يوم ثاني يترخص بيدخل بياخذ كوفي قال تبوني اخذ لكم شيء اخواني ما تصورون اي درجه فرحت يوم قال اخواني ما تقول شو انت مو شباب انت شباب هي والله زين سويت الاول غالي شوي الحين زاد غلاك الله العظيم يا ابوك يا زين الواحد اللي من يشوفه قال لك يا اخوي حد منهم يا ابويا يا خاليه خلك شوته الله العظيم واحد تو قال لي يدي ندت بك عسقه يا سلام يزايني يعلك الجنة يعلك الجنة يا ابو حمد جنة الفردوس يا ابو حمد يعلى الله يغفر له
ها المعرس معنى انك بتعرس صدقه؟ لا لا يساع يا الكل شهر واحد صدق عادي ولا؟ الغيب رمس انك الحين الدكتور وشاعر في آن واحد شو بتسمعنا؟ يقول ما بتليبك ما بفكه على ربي يزيد بالواية وانت بابا مواصل يتسكه كان مالك للقى غاية يا ويودي والحشابكه شوق لي شفه محناية فالضماية الراتع الدكة في مساريحية ومسرايا وانعذلني الواشي يا ابو محمد فكه بشكه عن عذل هلا ذا المصلايا لا حول ما فيك حيله ما لا بعدنا بعدنا بها وحده بعد ايه يقول خزت عينه رماحه وسط المحاني جروحه ذنب المحبه ماحه يوم ما تذوق موحه من راض بينه اقراحه عذبا ما به ملوحه يرتاح لي وارتاح روحي خليصه روحه يا رك الله يا رك الله يا الله روحك يا شاعر الله يحفظك انبهرنا من الكوفي اظني حوالي من 10 دقائق وهم رمست الوحده ولا لا 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 يرمسون يتفقون ما ادري شو انا مسوي مشروع هذا اخي مصمم كان مال اسبوع وهذا شريكه وما ادري شو يتفقون على المدين وما ادري شو يقول الحين هذا نص الليل طويل يوم بيرمس رمسته تحرك كان بيتضارب وربيعنا نحن بالمر يوم بيرمس شفت اللي يسف الخوص هنمون يرمس والله العظيم اقولكم الله يني رمسة تمحر وانا يا ليس اتفحر في العرب ما بياس اقرضكم انا اسمع رمسكم مخالفة هو خطر عليها يبك يطر طبلة اذنيك وانت تصافره اول مرة اشوف واحد وربي هنمون يباغم رب لي خالجنة بعد اصلي عفانا في عدا المحل جباتي ما شاء الله الشباب ها السلام عليكم مرحبا مرحبا انت منو انت الله يحفظك عادل قلداري والله والنعم انت ابويا طارق طاهر طارق طاهر والله والنعم انت بدي الخبره هناك ما تبه وانت ابويا منو بارك الله فيك السويدي والله والنعم 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 يا الله يحفظكم مبارك فيك منو هني صديقك الله يحفظك يا بارك ان شاء الله وين ما تصير تلقط العرب ما شاء الله شباب ربعنا اللي يتشرى واللي ما ادري شو واللي ما تشوف واللي بيحتفل لا نحن ابوي ما شي احتفال اليوم ان شاء الله من الساعه 10 10 ونص انا راقد كل سنه اقول بسهر ويوم يعدي الساعه 11 ولاني منطبل ما ادري يا اخي ليش سبحان الله انا ما داني السهر الله كريم وين ودنا في هالخنيخيشات؟ ايه بالمر وين ودنا؟ بنصير كوفن كاردن زين شو شيء غدانا وين؟ غدانا طال عمرك بنصير مطعم هندي احلف صدق والله؟ ما بتلقط من حد زبوي؟ ان شاء الله زين ايش عليه اللي تشوفه؟ بالرغم اني انا ضد اللي يصير دار الغربه ياكل من اكل مطاعم لكن انت في لندن مفروض انك ملتقى الحضارات وملتقى البزنس وكل العالم اللي عايشين في لندن كل حد يطبخ طباخه ما بلا الطباخ الانجليزي يعني الطبخ اللي من جميع انحاء العالم تلقطه عندهم الله يحفظكم انا ضد اللي ياكل في بلاد الغربه في اكل عربي يعني ولا اكل يعني اي جنسيه ثانيه الا لندن تاكل في المطاعم الانجليزيه اولا وترد عقب تجلب ليش يمين لو يسار ترد تجلب زين الله عليك ترد عقب تجلب شو السبب لان لندن بلد مغترب يعني كل انسان مغترب في الدنيا العوده تلقطه موجود في لندن فيسوون لهم بزنس شوف مصغرون عداله اقول لكم قول نص الليل الله اكبر عليه زين يلا بس عاد عليكم كل ما بشوف شيء فنان وغاوي بصور ها شوف الله عليك بهالمكان حسين وين سارين بالمر؟ نيل زيارد هذا عبارة عن شو الحين نيل زيارد؟ ساحة هي. ساحة كافيهات ومطاعم هي. بعيد الحين عنه؟ شوف هالمكان ما زينة وايد المكان أكثر عن روعة هالخنيخيشات شوف الله عليكم الزينة في كل خنخوش محطوطة شيء جميل وشيء غا ها اقول لكم ها. ها يا الله يا رب تحفظنا من كل شر عاد ما اعرف شو اسم هالمكان
لكن في نصها هالمنارة والدنيا مشتوتي من الليتات والدنيا ها. قال لي يبين عسب يسمون نيلز يارد، هذا ابوه اللي يصيحون عنه نيلز يارد. كل دور ما داره كله كافيهات، كافيهات ومكان والناس فنانين، يعني ما بمال هذه قلت لكم مكان قوم كتشره ما يجون هني، قوم كتشره ممنوع يطيحون هالبقعة. هذا ابوي مال الناس الفنانين، الناس فنانين لزقرت اللي يعرفون، هذا ابوي مكانهم. ما زين هالمكان يا ابوكم زين. كل دار عبارة لوحة من اللوحات جميل الفنانة. هذا هو اللي يصيحونه نيل زيار ونيل زيار. هاي نبجته، هذا ترى الحين هذا الدور الأول، هذا الثاني، هذا الثالث. شو مسوي عبارة كأنه باب اللي بيفتح من داخل بيهوي في هالمكان اللي أنا فيه. غير يعني ترتيب على أساس إنه مدير، مدير يعني نوع من أنواع الديكور. ديكور ما بلازم داخل البيت ديكور بس من داخل، لا حتى خارج البيوت منظر البيت يعني يوم يتصمم كتحفة معمارية غريب شيء جميل يعني. ولا هذا عاد يا سلام سلم، شوف الله عليكم، شوف لون الدرايش بطيخي ما زين، إطار مال الدرايش بطيخي وجميل غادي ها، تحفة معمارية. هذا الشارع يسمونه بعد سفن دايلز، من الشوارع المشهورة عندكم. الحين ربيعنا بالمر جالس يتخبر هذا نص الليل، يتخبر يقول له شو معنى سفن دايلز، قال له هكذا بالعربي. ما هان علي فرط بهالمنظر من غير ما صوره. الحين الربع كلهم يتريون وانا قاعد لا اطعنهم على اساس اني ارضيكم. مكان في منتهى الروعة، في نصك انت يا لندن من نصيبه. احتفلين احتفال يعني شيء طبيعي. انا حدودي بس عدني ساعة في هالمنطقة وبودرها تتروع من الضويل هالكثر عالم. اللي مضيعت انه هم تلقطهني، اللي عندك به من سنة سكتو بعد تلقطه في هالمكان. يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم. كلهم صوروا الا انا في خاطري، ليش يعني خليهم يغلبوني؟ لا خليهم يغلبوني ولا شيء، هذا ما عجبني وايد لكن ما ادري ليش شفت مصوره. ذهبنا المطاف ابوي على يا ابو الشباب عند تاي ريستورانت توم يوم، وما ادراك ما توم يوم. فيقول الشباب انها من احسن المطاعم تاي الموجوده عندهم في لندن، وانا من الاساس تحيدوني في تايلند. حد تدري في الدنيا العود اظني يحب التاي فود كثري، انا ما اظني حد، انا اعشق التاي فود واحب السبايسي توم يوم سوب. والشباب يعني خادم ايش رايك؟ لك انت عيبك تاي فود ولا لا؟ يا رجال ما شاء الله عليك. هذا غدانا، هاي سمكه مطواي برقة الموز واربيان، وهذا توم يوم سوب، وهذا سلمان، وهذا ما ادري شو كله اكل مال تايلانديين. فنان وغاوي ما شي شراكه، يلا اهم شيء عاد هاي سلمان. يلا كلكم تحيدونه فندقي العامي هذا شيراتون باركلين. عشرة ايام يلسل فيه كل يوم هذا طريقي طروق قاعده، اظهر من هالباب واقبل هذا الطريق وانا ساير، وانا ساير ها. حيدون هذا المكان
يظهرني ان الباب هذا تعيدون حتى يوم اقول لكم زل كله بنفسجيات زل كله بنفسجي لونه تعيدونه ويظهرني مرة على الحديقة حالي تشاهد شارع باركلي ويظهرني مرة هذا سيد بين الانتر كنت الانتر من ناقل الحديقة في البارك تاوى حديقة الهايد بارك وهذا هم تعيدونه فيديو يا اصورك انا زين تملوح فينا انا سيف بن طارق محمد بن سعيد بن حفظ خلف وخلاف وخديجه البيزي والنعم هالريال من طلعي هذا محمد القندي محمد عبد الله محمد بن سعيد القندي والله والنعم وهاك الريال محمد بن حفظ بن حارب محمد احمد بن حارب اي انا شوف الخشم هذا خاله الجميل لا لا عمه هذا والله ابوه احمد والله هذا ولد احمد ما كذبك يدورني شو يدورني احليم هذا خادم عند الله علينا يا خادم ضايع في الطوشه في نص الغاوي وهذا ما شاء الله هذا رئيس عام هيئه شؤون المبغاوين حبك حبك الله يحفظكم خلاص اوكي يا اخي يلا الله يحفظكم وداعش الله الله يحفظكم قاعد بتصور لي من ساعتين وحين بصورك ما بطايق هيك ها اربلك الله يا ابو قصاره انت هبهين الله بصب قابضي تشرخي بتصوي خلاص والله محمد ترى هذا يده بالعري هذا ولد ولد احمد بن خادم عم اسنان انت عمك اسنان لا لا هذا ولد احمد بن خادم هاي ها ولد اسنان لا انا قلت اسنان ما عند انتاج هالنمونه انتاج اسنان كله مغاوي هذا محيوس دبت له ادب هلا بهين بعد اصبر اصبر انا نضحك قبل اضحك انزين حرب الله الوالد كثير السلام اي والله وانت بخير وانت بخير وانت بخير وسهالة وايامكم سعيدة الله يحفظكم رد السلام على البلاد ومن سكن فيها الله ييسر اموركم ويحفظكم لكم في داعة الله مواجهين خير الله يحفظكم الله يسلمكم ولد احمد بن خادم اخو سناب بن خادم الراشدي هو ربع وصبقان واهليه ويا من لك 600 سنه عاد انا اكثر صديق ويا سنان عمه سلطان عامري صدق اغنى واحد جيل في عمه كيف يعني؟ اصغر تاجر في الامارات هذا بس عادي بخبرك معلش اصغر تاجر في الامارات في الامارات ماخذ يسمونه فيلا في النخله إيه؟ اكبر مستثمر من اخيه كان هذا اصغر واحد شوف انت وهذا اللي عنده حتى الصوره عليه والله خلوه يخبر ما عارف من الريال مسلم سلوران شو مسلم سلم ترى تحرك تقول اكبر تاجر في الامارات قلنا له بس سوي دعايه امس بايع اقول بكره بمليونين ما ادري كم اربعه براجه ما شاء الله في شارع زايد الله يسمع علينا على الفلل الله يسمع منك الله يسمع منك يا رب بالمر وين صرت ويا تبوي ودرتنا صرت اسلم على ريال طال عمرك صديق اخوي وعزيز علينا شوف انت سلمنا عليه ما تسوي الا الزين يا ابو المر مسلم نوجه من قبل يا سلطان انت احب اصورني حق بنقرونه وانا بصورك حق امك لا اله الا الله لا اله الا الله زين انت من وحين ابوي سعيد بخ البارميثي والله والنعم والنعم من هالبطينه لا انا مدينه زايد لكن هالبطين يا خلطه انت هالبطين سيف ومحمد سيف سويدي وسيف خلفان سيف خلفان اخوي انزين انزين وتوحين عندنا محمد بن زايد انت لا 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 ها خليفه الف خليفه الف بس بيت الوالد مدينه زايد هذا ما تغيرت مدينه زايد الاوليه الاوليه بيوت ايوه نفس المكان ما تغير ايوه يا الله يحفظك يلا اسمح لنا الله ما بس بنقرونه وين بنقرونه ابو ظبي تو ساعه كان يكلمني
هي. سلم عليه انت ان شاء الله ابوي سلم عليه سلموا على بنقروني يقول لكم الرجال الله يحفظك ما الله مع السلامه محمد بن احمد الحاي وانت ابوي جمال بوشقر والله والنعم وانت ابوي والله مليون مرحبا 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 بسيف مرحبا بالغالي مرحبا بالشعبار مرحبا بالشحم خيبه خيبه طحفي انا الخدمه ما تخلص عندكم ان شاء الله بلا انا مالي خشبه بعد تروح هذا ولد احمد محمد الحاي عم جمال الحاج الوالد يسلم عليك وتقول لك يا طه عندنا الزمان يا طه ما اعرف اي رمزه هي بس قالت لي سلم عليك سلام الوالد عند الزمان هي هاي عاد ما نعرف عند الزمان احنا الحين انجليزي شويه تعرف يعني الله يحفظك ان شاء الله يبارك فيك انا غاب عن الساحه الحين بيطلع فضايحنا لا لا انزين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل ما اقول لكم تصبحون على خير بقول لكم كل سنه وانتم طيبين وإن شاء الله كل سنة وكل حول وانتو ما تشكون باس كل سنة وكل حول وانتو زايدين ما بناقصين كل سنة وكل حول وانتو بأتم صحة وعافية ويا الله يرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين ويفرحكم بعيالكم وذريتكم ويزيد في رزقكم وحلالكم ويطرح البركة في اللي عطاكم يا رب هاي سنة خير إن شاء الله وسنة سعادة وسنة بركة إن شاء الله بحيل اللي ما تنام عينه فمفروض كل إنسان يشوف عمره في السنين اللي خطفت سنين خطفت السنة هذه وخطفت السنة اللي قبلها واللي قبل واللي قبل يغير حد من العرب يتم تمسك بأخطائه ويجلس قابض غصب زور أنا على حق أنا 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 صح غيري كلهم غلط يعني هذا اسمه نوع من نوع الأنانية لازم تتطور تتطور تشوف شو الأخطاء اللي كنت انت قابضنها وكنت ملازم عمرك طول الدهر انك انت الصح وغيرك كله الغلط انت تجبر العالم ان يسمعونك ويمشون وراء على رمسك ويمشون على المواضيع اللي انت تقولها وانك انت على طول اللي تتخذ القرار وان الناس كلها هي والله وان شاء الله لا ربعك لازم والناس لازم تسمع منهم تسمع من الأخو الصغير والعود والصاحب والصديج واللم واللبو ما يستوي انك انت تحط في بالك انك انت الصح المكابرة بالغلط هذا اكبر غلط هي نعم وتازم اي انسان يخالفك الرأي هذا عدو اي انسان يخالفك الرأي وما ياريك على ما يك عبارة هذا ما بصاحب ولا بصديج هذا يبغضك هذا هو صاحب الصديج هذا هو الزين هذا هو المود هذا هو الصديج هذا هو الأخو إنما اللي ياريك على السواد الوي وعلى ضعفة البخت وفي دربك المايل يعينك ويقول لك أنت الصح في أخطائك اللي تسويها هذا عمر ما يكون صاحب ولا يكون أخو هذا عدو هذا عقرب هذا سملع عقرب رمل هذا سم هذا يهد يمشي معاك وين ما تصير يباك مدامك تلتشه بالبيزات وتلتشه بالرمسه اللي تيوزلك انت يا غير هو يساعدك عليها وياك في كل شيء معناته هذا مو صاحب صديق هذا عدو لا قنبله موقوته في اي وقت انت بتخف اما من لتشك له هذا بيودرك بتازم بي الصاحب بتلقط عمرك لو بتحتاج قطرة ماء ما بتلقط من يطاولك إياها شو السبب؟ لأنك أنت ما خدت وعطيت إلا مع هذا الإنسان اللي يبالك العثرة وياريك على ما أنت تبقى والإنسان اللي ينصحك هذا أنت باغضنه لو كل هالعرب تدور ضدك ها كلهم مبعدلين الزين بس هذا اللي ياريك على ما تبه وعلى ما تشتهي هذا هو اللي قلت لك عنه القنبلة الموقوتة هذا هو عثرة الزمان هو هذا اللي بيعقك في التهلكة وغيرك آلاف مؤلفة طاحوا في التهلكة وساروا بويهم وراء إصرارهم على الغلط وورا ربعهم اللي يشجعونهم على الغلط لذلك لازم تنتبه حق أمرك في السنة هذه الجديدة ما بمع السلامة وسنة سعادة وسنة خير وبس مع السلامة لا سنة السعادة لازم أول شيء تشغل مخك لازم تعرف اللي سرك من اللي ضرك تشوف سنينك اللي اختفت
شو ماضيك؟ شو اللي استوى؟ شو الانجازات اللي سويتها انت؟ حد من العرب ما سوى شيء، ما سوى شيء، حتى السمعة الطيبة ما سواها، كل اللي سواه كله أخطاء ويتحرى عمره، ما سوى إلا الزين. ليش؟ لأن اللي حوله يشجعونه، ما ينظر إلى مدى بعيد، ينظر بس مو طريله، الدائرة هالي قدامه والربع اللي عداله دور ما داره هاللي يصفجون له، هاي لهم أبوي هو اللي ينظر لهم النظرة ويشوفهم، هاي لهم الصح والعالم، هاي كلها غلط، العم غلط والخال غلط واللم والأخو والأخت والنسيب والصاحب، هاي كل والصح منه زبانية النار هاللي دور ما دارك، زبانية النار هاي ما وصلوك هالمواصيل وطحت في تلات طول هالسنين إلا مورا زبانية النار. هذا الكلام وجه للذكر والأنثى، اللي عارفه واللي ما عارفه، كل إنسان ينبغي يتعلم من السنة اللي اختفت. ما بتقول بتدخل سنة جديدة وبتم في غي الأولي، لا، أضرب بريك طالع شو صفت من كارن هالسنين كلها، كل سنة كل ما خطفت سنة أتيني أعثر عن اللي عقبها، متى بتوقف؟ متى بنتبه حق عمري؟ متى؟ خلاص بعد شو خطأ؟ شو باجي من الوقت ترى؟ شو باجي من العمر؟ ما شيء باجي من العمر، عبر العمر. متى بتغدي إنسان زين؟ يوم خلاص 70 سنة؟ 70 سنة أبوي خلاص أبوي ما براك فايدة. في 2018 لازم تغير حتى في أسلوبك في المعاملة مع البشر. ترى أصعب شيء على الإنسان أن يكون وراك هي والله إن شاء الله ولبيه، هي والله إن شاء الله ولبيه، ترى صعب على الإنسان أن يتخلى عن رغباته وعن طريقته في الحياة، أسلوبه اللي ربع عليه وينقاد وراك أنت يا صاحب الصديق، كيف ما يستوي. لازم إذا تبى الناس يحترمون رأيك احترم رأيهم، شورى الربع والسير واليي في كل كبيرة وصغيرة ترى أكبرها واسمنها يشاورون ربعهم، أنت مش أخير، أنت مش أصل، أنت مش أحسن، أنت مش أعقل. ترى إذا يهاودونك ترى من غلاك ومن معزك ومن كثر محبتهم لك، لكن مش لدرجة أنك أنت خلاص تسلبهم شخصيتهم، خلاص ما لهم شخصية، يعني تلزم تغير من هالوضع اللي أنت فيه. إذا تبى تجبل على سنة جيدة بخيرها وعلمها وخبرها رب العالمين، ما بيسر أمورك أنت مدام فيك الأنانية وفيك حب التسلط، حب أنك أنت بس أنت الصح والناس كلها غلط، ما يستوي. سنة 2018 لازم تحط في بالك أنك أنت تشاور وتناظر اللي أكبر عنك واللي أعرف عنك والإنسان اللي فيه مخوفة من الله، قلبه في إيمان، هذا اللي يشاوره. والإنسان اللي تشوفه هذا الوغد النسر هذه هبي، هذا لا تأخذ من شور، لأنه لو في خير سر عمره، لو في خير سر عمره، صفد حق عمره كار. في 2018 حد أي إنسان يسوي شيء دبت حياته وهو يغث العرب ويغث عمره ويغث هله يحاول يمتنع، ليش لا؟ تسوي كيف تسوي سنة جديدة، سنة جديدة وطيبة رب العالمين ما بيبارك لك فيها وانت بعك في غيك الأولي وانت بعك تطري شوفات الناس بعدك لين حين تحفر لأخوك، تسب الصاحب، تسب الصديق، ماضي العرب، ما حد سالم من شرك. كيف الله بييسر أمورك؟ لا الله بييسر أمورك ولا الله بيوفج الليلك، حتى البركة من عيالك رب العالمين بيشلها، لأنك أنت ما تطعمهم بحلال. لو تطعم هالبيتك بحلال رب العالمين بيطرح فيهم البركة، حتى لو كنت تأخذ تعيش عيالك من مال حرام عيشهم من مال حلال. من حين وساير عدل النية وصف النية ورب العالمين بييسر أمورك، صف النية ورب العالمين بيرزقك من حيث ما لا تحتسب. ماي رب العالمين يأجل الرزق لكن ما يمنعه عن إنسان لغاية رب العالمين له بصره وله
مغزى في كل كبيرة وصغيرة تمشي في حياتك الإنسان. فلازم أنت أول شيء تصفي النية، حط 2018 سنة أنك تصفي نيتك. خل 2018 الناس تفتك من شرك، خل 2018 ما تطري شوفات العرب، ما تسب يارك، ما تغث صاحب، ما تيب الخبر السوء، ما تعلق على زيد وعبيد والتعليق اللي يكدر واللي غث، ما يستوي. كانت بتغدي بخير وسهالة، ما بلا سنة سعيدة وهابني وير. أي هابني وير وانت تسب العرب، هابني وير وانت تاكل حرام، وين هابني وير سنة سعيدة. مليون مسج، يا مليون مسج، وكلهم أبوية ولا يعرفون للسعادة طريق. الأغلبية 70% ما يعرفون للسعادة طريق، لأنهم روحهم من داخلهم ما بمتصالحين مع أخوتهم، مضاربين مع أخوان، مع خواتهم، مع أبهاتهم، عاقين لوالديهم. يعني كيف تبغى الله يوفقك؟ أي سنة سعيدة هذه؟ سنة سعيدة بس بينك وبين الأربع المفلع اللي دور ما دارك هاي. سنة سعيدة ويا زبانية النار هاللي دور ما دارك هاي سنة سعيدة. سنة سعيدة يوم بترضي والديك، سنة سعيدة يوم بترضي هالبيتك، سنة سعيدة يوم بتفك العرب من شرك ومن ضرك ومن مغتك. والله بس عاد عليكم، يلا تصبحون على خير وسنة سعيدة.